مرحبا يا احلى نجوم، كيف حالكم؟ اني جبت القنابل الجديد واللي هو اليوم بوريكم خدعه تخليكم انكم تاخذوا درجه الادمن مجانا. وقبل بدايه هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد انزل على قناتي بقى جيمر. وهيا نبدا بالفيديو. طبعا الخدعه مره سهله، بس يعني تبعوا الخطوات عشان تقدروا تسوونها. اول شيء راح تروحون لهذا السباق، اوكي؟ راح تجلسون هون، وبعدين راح تفتحون الحقيبة وتختارون أي دراجة عندكم زي كذا، وبعدين راح ترجعون الحقيبة وتكررون نفس الخطوة بسرعة. يا جماعة راح بسوي لكم سام عشان تفهمون أكثر. فيب راح تسوونها كتير مرات، وبعدين راح تفتحون الكاميرا وتطلعون، وبعدين راح تروحون لعند الدراجة حق الآدم راح تلقونها في السباق. راح تشترونها بألف كوينز، وبعدين راح تدخلون للسباق. راح تمشون تمشون تمشون، فيلا بينا خلونا نمشي. وبعدين راح توقفون هنا وتمشون، راح توقفون هنا، وبعدين راح تنتظرون وما تلمسون اي اشي، لا تلمسون الشاشة، فراح يوديكم لحالة. زي ما عم تشوفوا الحين خلصنا، راح تنتظرون. يلا زي ما عم تشوفوا هينا حصلنا على دراجة الادمن مجانا. يمديكم انكم تروحون لأي مكان يا جماعة، شوفوا يا جماعة ضابطة 100% وكل قوات حقتها مجانا يا جماعة. لكلكم يا جماعة دخلوا اللعبة وجربوها، صح ما راح تضبط لكم من أول مرة، فانتوا عيدوها وتبعوا نفس الخطوات يا جماعة. فيلا يا جماعة وبس، ها كان فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. إذا عجبكم لا تنسوا تحطوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد أنزل على قناتي جيمر. وبس مع السلامة، أحبكم.